اوكي الصوت ان شاء الله واضح للكل باذن الله. صوت واضح ان شاء الله. واضح دكتور. اوكي ان شاء الله احنا نبدا وياكم. اكو سؤال حقيقه بهذا السؤال ما انطبق معنا السؤال السادس حقيقه هم سؤال لطيف. يعني احنا ان شاء الله راح يعني هالملزمه ماخذين اغلب الافكار المتوفره حول الموضوع. فان شاء الله شو يسموه نتداولها وهي تقريبا كافيه ان شاء الله كافيه باذن الله. ومع ذلك احنا هاي نرجع على الكتاب نشوف شلون تفاصيله وكذا بالاخير. واكو دعاني اذا اكو فرق ان شاء الله بكم بس احنا ان شاء الله الملزمه كافيه باذن الله. نعم هسه over the string of three phase transmission line has four insulators and CE7.2C back in K. If the string is connected to ground ring and this lead to add نعم and this lead to add one air capacitance of CG to the nearest to the conductor, find the value of CG in terms of CE to make the efficiency of the split margin. نعم احنا الان شو هالسؤال قد يعني بصورته يختلف. ليش يختلف؟ لان طاب جاردن مباشره وبيها سي جي وحده، واحنا قلنا يعني اتفق وياكم انه حتعطيكم فقط وحده سي جي وحده يعني فقط متسعه هوائيه وحده فقط للسهوله حتى لا تحلون معادلات انيه وتعرفون بالحل. نعم بس شنو الثاني؟ الثاني كفاءه 80%. فقال لي اوجد السي جي اوجد هاي المتسعه في الجاردنج الهوائيه اللي تجعل الكفاءه 80% نعم اذا احنا عندنا كفاءه شو سوى قانونها؟ هاي هي 80% سوينا في على ان في ان في اللي هي فيز فولتج توتال فيز فولتج كوندكتر فولتج فولتج الموصل ان عدد الانسليترات هسه هنا انا 4 في ان يعني في 4 يعني بوينت اي تساوي لنا في على 4 في 4 ففي 4 ايش راح يكون؟ فبوينت 8 في 4 وطبعا نقلبها تطلع لنا بوينت 3 1 2 في. هاي الفي هي توتال فولتج فيز فولتج طبعا مو 3 فيز فيز فولتج بس هاي مو في يعني فولت في مو يعني فولت وانما هاي الرمز مال فولتيت الفيز فولتيت الموصل. نعم طبعا في 2 هاي في 2 ما عليها جاردنج فالقانون مالتها في 2 يساوي لنا في 1 زائد كي. في 3 ما عليها جاردنج ففي 3 يساوي لنا في 1 زائد 3 كي زائد كي تربيع اعوض عن كي بالبوينت 2 تطلع في 2 1.2 في 1 وفي 3 1.64 في 1. اجمع الفولتيات V1 زائد V2 زائد V3 زائد V4 يساوي لنا V V1 over V2 عوضها بدالة V1 1.21 V3 عوضها بدالة V1 1.64 V1 و V4 عوضها بدلالة V عوضها بدلالة V V4. نعم فإذا كانت V4 بدلالة V 0.312 V أودي V إلى هنا فصل V ناقص 0.312 V يساوي 3.14 V1 استخرج V1 V1 بدلالة V حتكون ورجع على V2 عوضها بدلالة V1 وبعدين V1 بدلالة V راح تستخرج V2 بدلالة V 0.21 V ولا تنسى هاي V يعني مو فولت وإنما in terms of V phase voltage V3 عوضها أيضا بدلالة V راح وV4 هي جاهزة عندي 0.31 2 5 بي. هسه نكتب المعادلة نكتب المعادلة شوف هاي هسه نقطة هاي النقطة شو احنا داخلة من سي جي شو احنا خارجة منها اذا شو نقول سي بي 4 زائد سي جي الفولتية حول سي جي منها هنا هالنقطة هي نفس النقطة نقطة الموصل النقطة نفس النقطة نقطة الموصل النقطة منها هنا هي V4 فنقول CG V4
اذا سي في 4 زائد سي جي في 4 يساوينا سي في 3 هنا زائد 0.2 سي فولتي منا هنا فولتي منا هالنقطة اصعد دي فوق هنا فصير منا هنا في 1 في 2 في 3 فصير المعادلة سي في 4 زائد سي جي في 4 يساوينا سي في 3 زائد 0.2 سي في 1 في 2 في 3 نعم فهاي المعادلة شوف سي في 4 زائد سي جي في 4 سي في 3 زائد 0.2 سي في 3 في 2 في 1 نعوض عن في 4 في 3 في 2 في 1 بدلالة فولتيات في في تختصر في من الطرفين موج سي جي سي جي يساوينا هالقبضة سي سي جي يساوينا بدلالة سي اي الآن هسه صارت عندي متسعة سي جي بدلالة سي وهو المطلوب هو اللي يريده بالفرع الثاني ضاف لك جاردنج اثنين احنا قلنا اتفقنا وياكم انه اثنين متسعات جاردنج بنجيب لان نحل معادلات آنية حدنا وياكم متسعة واحدة اذا هذا هو السؤال يعني السؤال شوية خاب بفكرة نطاق الكفاءة اللي قدام واحنا عوضنا بدلالة V هذا هو سؤال رقم هاي ستة وان شاء الله بعد كل سؤال ونختم الموضوع ان شاء الله نعم إذا أكو سؤال قبل لا أروح للموضوع الأخير اللي هو نعم موضوع شو يسمونه نفس هذا الـ يعني نفس الباوت بس شوي بي فكر مو فكر والله يعني خاف هاي شوف هذا الموضوع طبعا each of the هذا example ثلاثة each of the four insulator have after garden بعد الجاردنج بعد الجاردنج ظهرت متسعات الجاردنج متسعات الجاردنج ثلاثة متسعات الجاردنج ثلاثة بعدد متسعات الهوائية اللي تظهر بين نقاط الالتقاء المعدنية ستيربن والميتر كاب والتوام ثلاث متسعات هوائية ثلاث متسعات جاردنج هوائية سي اف سي جي سي دي هسه احنا واحد قد يسأل يقول احنا مو اتفقنا نجيب بس متسع هوائية شو ثلاث متسعات شنو القضية؟ نقول له احنا قلنا بس متسعة هوائية حتى نحلها لنحل معادلة آنية لم نستخرج قيمة معادلة آنية ليش؟ لأني ما يعطيني قيم الفولتيات أما الآن بهذا السؤال أو غير من السؤال راح يعطيك قيم الفولتيات بعد الجاردن قيم الفولتيات بعد الجاردن بعد ما تحتاج تحل معادلة آنية وإنما بالتعويض بس مهم أن تعرف شلون تكتب معادلتك فرجعنا نركزوا على هذا السؤال خاف يصير عندك اشتباه او ارتباك لا تشوف ثلاث متسعات جاردنج يعني تقول هاي شلون طعم الدكتور ثلاث متسعات جاردنج احنا مو متفقين وحده لا احنا متفقين وحده على اساس حلها المعادلات حلها تعويض وليس آنيا اما الان اذا تعطى الفولتيات اذا اعطيت لك الفولتيات بعد يصير حلها تعويض مو حلها آني لذلك ممكن يجيك متسعتين او ثلاث متسعات طبعا حد الاقصى لها ثلاث متسعات ليش؟ لان اكو ثلاث متسعات هوائيه لو كان اكو اربع متسعات هوائيه لكان هنا اربع متسعات هوائيه لان عدد متسعات الجاردنج هو بعدد متسعات الهوائيه مع التوام ونقاط الالتقاء المعدنيه نعم فاذا نطاني في 1 في 2 في 3 بدلاله في شوف هم في مثل ذاك السؤال هذا الفي مو يعني فولت وانما في يعني فيز فولتج فولتية الموصل فولتية الكوندكتر فهاي فولتية في فولتية موصل نعم فالآن خلينا نكتب المعادلات رجاء انتبه لكتابة المعادلات حتى لا تغلط بيها شو احنا اسم نقطة انا حقول على نقطة A بعدين نقطة B ونقطة C فأتوقع ان شاء الله تكون واضحة لأن ثلاث نقاط هنعيد حنكتب معادلة في ثلاث نقاط رجاء انتبه هسه شوف هاي المتسعة الثانية شو احنا داخل نقطة A السي اف شحنه داخل نقطه اي والتسعه الاولى خارجه منها شحنه ومتسعه التواب الاولى خارجه منها فخلنا نكتب المعادله سي في 2 بعد سي في 2 داعش على الثانيه سي في 2 زائد سي اف سي اف الفولتيه مال سي اف منها شقد هالنقطه انزل بيها للكوندكتر هالنقطه انزل بيها للموصل من نقطة A للموصل يا فولتية بابا V2 V3 V4 فتنكتب المعادلة CV2
زائد سي اف افتح قوس بي 2 زائد بي 3 زائد بي 4 شو يساوينا؟ سي بي 1 هاي الخمسه زائد 0.2 سي الفولتيه من هنا هي فولتيه بي 1 0.6 سي بي 1 نعم. ف رجعنا يعني ما تحفظ المعادله افهمها يعني فهم كلش كافي ما حاجه ندرخها. نعوض عن V2 V3 V4 V1 بدلالة ال V total voltage اللي نعطي يعني هو تختصر V من الأطراف أطلع CF بدلالة C أو CF بدلالة CE نعطيني K. هاي انتهت نقطة A أوجدنا CF بدلالة CE نعم. هسه نروح إلى B نقطة B. هسه اللي نفتر على أي حنفتر على B شوف عندك شحنتين مرة إلى نقطة B هاي واحدة منها من الثالثة عندك من CG داخله وعندك من الانسيتر الثاني خارج وعندك 0.2.6 C هاي خارجة متسعة فانتبه CV3 CV3 زائد CG CG الفولتية على CG منها لهنا منا لهنا هالنقطة هي نفس هالنقطة هالنقطة هي نفس هالنقطة هاي يا نقطة من هنا V3 زائد V4 فشو نقول CV3 زائد CG V3 زائد V4 يساوينا CV2 زائد 0.6 C البوتية على 0.6 C هاي الثانية هالنقطة هي هالنقطة هي V1 زائد V2 إذا نلاحظ المعادلة الثانية CB3 زائد CG3 زائد B4 CB2 زائد بوست CB2 زائد B1 عوض عن B3 وB4 وB2 بدلالة V ما أعطاني بالسؤال اختصر V من المعادلة من الأطراف نوجد CG بدلالة C نوجد CG بدلالة CE أيضا يعني أعطاني K نعم. هسه نروح على آخر بوينت وهي نقطة سي نقطة سي زين نقطة سي شو نقول اللي هي دائما نجيبها متسعة واحدة سي بي 4 زائد سي دي بي 4 يساوينا سي بي 3 زائد بوينت سي الفولتية على الثالثة بوينت سي هي من هنا هي فولتية بي 1 بي 2 بي 3 إذا CV4 زائد CD V4 يساوينا CV3 زائد 0.6 C V1 V2 V3 نعم هاي المعادلة شوف CV4 زائد CD V4 زائد يساوينا CV3 0.6 C V3 V2 V1 عوض بدلالتها V3 V2 V1 V بدلالة V تصل V من الأطراف تطلع لك CD بدلالة C تطلع لك CD بدلالة C إذا عوضنا عن قيمة K هاي هو كل المسائل المتعارف عليها هاي كل مسائل متعارف عليها هو الموضوع إن شاء الله سهل وموضوع يعني هم يعني حيوي عملي خلينا نقول أن نشوفه قدام أن فما عندنا شيء المسائل أتوقع إن شاء الله كافية وواضحة خلينا هواي مسائل إن شاء الله واضحة فقط عندنا موضوع فقط عندنا موضوع أسئلة يعني أسئلة شرحية إحنا أسئلة شرحية حالياً بالكويزات ما تجيبان بس هاي الأسئلة شرحية تجيك بالفصل الثاني أو بالقصد بنص السنة أو بأخير السنة واحدة من أهم الأسئلة الشرحية بهالموضوع هو method of increasing the string efficiency طرق تحسين الكفاءة نعم شلون نحسن الكفاءة باوع مثلاً أو قبل أجعلك طرق تحسين الكفاءة مثلا تجيك أسئلة A B C D هاي كان إن كان نص سنة وإن كان آخر سنة مثلا أقول لك يا ذا إنه هل الفولتية المسلطة applied voltage أو عكس الشيء البريك داون فولتج هل البريك داون فولتج الأفضل إنه تكون مساوية لل applied voltage لو أقل من applied voltage لو أكثر من applied voltage أو نعكس السؤال هل applied voltage الأفضل أن تكون أكبر من ال breakdown voltage أم مساوي أم أقل؟ هاي يعني تجيك أسئلة زين K الكونستنت بالعوازل التعليق هل قيمته قليلة أفضل أم قيمته كبيرة أفضل؟ هل
كرام الذراع الحامل الأفضل أن يكون قصير أم يكون أطول لزيادة كفاءة السلسلة؟ وهكذا هل كيف نحصل على كفاءة 100%؟ ممكن نحصل على كفاءة 100%؟ نعم، وهكذا من ذلك الأسئلة. طبعاً سأوجه أول شيء نجي على الكي، هل الكي قيمته قليلة أم كبيرة فينا؟ شوف إحنا قلنا من طريق تحسين الكفاءة، هذا هو الكي عبارة عن الكي سي إلى سي. طبعاً إحنا قلنا أساس يعني أساس الكفاءة العزل تكون قليلة هو السي إي، وهو متسعات هوائية بين التور بين البرج وبين نقاط الالتقاء مع الانسليتر ستيبل والميتر كاب. هاي المتسعات الهوائية هي ضارة، تخلي الفولتيات يونيفورملي ان يونيفورملي ديستريبيوشن ما موزعة توزيع منتظم متباعدة فيما بعضها البعض، تجعل الفولتية اللي على الانسليتر قيمتها كلش عالية تقلل كفاءة، وهو خطر على الانسليتر انه تجعل قيمة الفولتية اللي من الانسليتر عالية احتمال ينهار العازل. فاحنا كل ما نقلل السي اي كل ما نقلل السي افضل. شو نقلل؟ شوف اذا قللنا السي اكيد نقلل الكي، لان كي سوى سي على سي. فنقلل السي اي نقلل السي، هسه واحد يقول خوب نزيد السي، مو احنا قلنا عملية تصنيع سي صعبة شوية، عملية تصنيع سيلف كاباسيتنس بمقدار معين سبيسيفيك فاليو صعبة جدا. اروح الهندسة اقول لهم اعطوني 5.2 3 4 مايكرو فاراد هيج، هاي شوية صعبة ما نقدر نحصلها نوبات بالسبيسيفيك فاليو. لذلك نبتعد عن السيرف ناخذ جاهزة واحنا نسوي الديزاين مالتنا اللي يتراهم او يتوافق ويا ما احنا نريد. فاحنا داريد نقلل الكي نقلل السي اي. شو نقلل السي اي؟ شو نقلل المساعات الهوائية؟ واحدة من طرق تقليل المساعات الهوائية نزيد البعد مال كروس ارم، هذا الذراع الحامل نزيد طوله. لما نزيد طوله يزيد البعد، يزيد البعد مسافة الهواء تزداد تقل المتسعة، تخل المتسعة الهوائية. بس انت اذا زيد الكروس ارم الذراع الحامل هذا على حساب المتانة، على حساب متانة على حساب متانة البرج، لان هذا يحمل السلسلة ويحمل الواير. فاذا كان يعني طوله شوية طويل بيش حالة المتانة تقل واحتمال ينكسر ويوقع الواير. فبيها شوية يعني نحذر من عندها، محاذير من استعمال هاي الطريقة اللي هي زيادة طول الكروس عام. الطريقة الثانية يسموها grading of unit. هاي الطريقة شنو؟ هتطلع تجعل لك أحسن كفاءة. شو أحسن كفاءة؟ بس شنو صعوبة تنفيذها؟ صعوبة تنفيذها شلون صعوبة تنفيذها؟ احنا قلنا اذا V1 V2 V3 V4 متساويات حصل اعظم كفاءة. هو السؤال شلون تحصل على 100% كفاءة؟ انه بتجعل الفولتيات المسلطة على الانسليتر متساوية منتظمة متوحدة نفس القيم. هاي اذا كانت متساوية تحصل على اعظم كفاءة. زين اذا كان عندي هاي المتسعة C التسعة الثانية X أو ستارت واي وضرع زد، وهاي السي هي كيسي بدلالة السي الأولى. فالفي 2 في 1 في 3 في 4 متساويات. خلنا نشتاق شلون تجعل قد قيمة الاكس والواي والزد بدلالة سي اللي تجعل الفولتيات متساوية. نجي معادلة مال الشحنات اكس، هاي الاكس المتسعة في الفولتية في 2 اكس في 2 يساوي لنا سي في 1 زائد كي سي في الفي 1. هاي المعادله الاولى عباره اكس في 2 سي في 1 زائد كي سي في 1. في 1 في 2 في 3 في 4 يساوي لنا في داش مساويات، عوض عنها بالفي داش اختصرها تطلع لك اكس يساوي لنا سي 1 زائد كي. هاي المتسعه الاولى بدها سي. لو عندنا متسعه اكس يساوي لنا 1 زائد كي بدها سي، هاي واحده خليها على بالنا. والثانية خلينا نحسب الواي. واي شو يساوي لنا؟ واي في 3 واي في 3 يساوي لنا اكس في 2 زائد كي سي الفولتية مسلطة على هالمتسعة اللي هي في 1 زائد في 2. احنا شرحناها طبعا، في 1 زائد في 2
واي في 3 يساوي لنا اكس في 2 زائد كي سي في 2 زائد في 1. نعوض عن اكس بدلاله سي 1 زائد كي، ونعوض عن الفي 2 والفي 1 والفي 3 بالفي داش، نختصر في داش من الاطراف تطلع واي يساوي سي 1 زائد 3 كي. استخرجنا واي، خلينا نستخرج زد اخر شيء. زد في 4 يساوي لنا واي في 3 زائد كي سي في 1 في 2 في 3. زد في 4 يساوي لنا واي في 3 زائد كي سي في 3 في 2 في 1. عوض عن في 1 في 2 في 3 بفي داش، عن في داش زائد في داش زائد في داش، في 3 في داش في 4 في داش، تختصر في داش من الاطراف، تعوض عن واي بدلات سي 1 زائد 3 كي، توجد قيمه زد سي 1 زائد 6 كي. شوف هذان القيم لو اوجدنا اكس وواي او زد مثل ما موجود الان، اكس سي 1 زائد كي، واي يساوي لنا سي 1 زائد 3 كي، وزد يساوي لنا سي 1 زائد 6 كي، لكانت الفولتات متساويه، لكانت الفولتات متساويه، ولو حصلنا على اعظم كفاءه. لكن المشكله حقيقه صعوبه تصنيع بهالسبيسيفيك فاليو، انت تريد كل طبق شكل، تريد كل متسع على عزل شكل، وهذا ما اقدر اوفر لك، هذا ما اقدر اوفر كل سلسله انها عزل شكل حتى نحصل على اعظم كفاءه. لذلك احنا هذه الطريقه حتى عمليا صعبه تنفيذها. ليش؟ لان صعوبه تصنيع متسعات بالسبيسيفيك فاليو ناخذها جاهزة من هندسه المواد، واحنا نسوي الديزاين اللي يروق عندنا. نعم، لذلك احنا نتجه للجادرينج بقوس قوس التقوس، يعني قبل التقوس، العفو قبل التقوس اللي هو هذا، ما موجود هو بالصوره، ان شاء الله ساشوفكم الصوره، بس موجود يعني شوفوا ان شاء الله قدامكم بالابراج. فنرجع على الجاردنج رخيصة وبسيطة، مجرد حلقة حارسة تحيط بآخر انسليتر مربوطة بالموصل، فولتيت هي فولتيت الموصل، وهاي وظيفتها انه تعمل على انشاء متسعات هوائية مضادة معاكسة للمتسعات الهوائية الناشئة بين التور ونقاط الالتقاء ما بين السنتين والميتر كاب لكل انسليتر. نعم، هذا فيما يخص موضوعنا. ان شاء الله ما عندنا شيء احنا، ما يعني ما هذا كملنا ان شاء الله الماده اللي هي شرحها ومسائلها. اذا اخذ سؤال قبل لا اروح للكتاب حتى اشوفكم شويه يعني الكتاب فد شغلات بسيطه. نعم، اذا اخذ سؤال، اذا ما اخذ سؤال خليني اوقف البرزنتيشن هنا واعرض لكم فيما يخص الكتاب. حتى تشوفون نعم بعض المسائل والصور اللي ممكن أن نستفاد من عندها. نعم، هسه هذا هو الكتاب. نعم، هذا هو الكتاب. وطبعا بقانا بالموضوع هو، شوف هذا هسه هو التابتر، هذا التابتر هو المتبقي عندنا من هالفصل، هو اسمه ميكانيكال ديزاين اوف اوفر هيد انسليتر، بموضوع الكالكليت اوف ساند، هذا تبدي، وبعدين عندنا موضوع الكورونه الهاله، وهذا الموضوع، هذا الموضوع، ونختم الفصل ان شاء الله، نختم الفصل ميكانيكال ديزاين اوف اوفر هيد انسليتر. شوف هسه هاي عباره، هاي شلمانه باوع، هاي شلمانه، لو تلاحظون هسه هاي الشمانه شوي صارت بياراتهم وايد، بس هي هاي الفوق، خلينا نقول هاي ثلاث فيزات، باع هذا فيز A B C، او ما خلي هسه نيوتر، المفروض نيوتر فوق، بس هذا شكل مثلث، وهنا ماكو وايرات، بس خليني انزلك عند صوت الدور، وتلاقي صور شوي صور همتين عملية فيه. شوف هذا هو هذا بس خلي اروح على الابراج، شوف هذا برج، بس انا حتى يعني هاي طالع مره شايف في بعض الدول الحديد غالي والالمنيوم غالي والكهرباء غاليه جدا جدا، يعني الجلوب غالي، ترى هذا ضوء الجلوب محسوب ضوء الجلوب، يعني هذا الضوء ما الشمعه ما الجلوب محسوب، ما يعني احنا نحكي اللي لنا واللي علينا، يعني
احنا عندنا كهرباء شبه مجانيه صح الوضع وكذا، بس عالميا ماكو هيك، ماكو واحد يعلق بضوء بكيفه، مشكله تعلق بضوء يقول لك هذا مكلف، ميزانيه ثقيله الكهرباء، ميزانيه ثقيله، فهذا يعني تشغيل الشمعه والضوء مكلف عندهم. هاي وحده. الثاني ان شاء الله شفته في بعض البلدان انه يخلون الابراج من اسمنت يصبوها صب، حديد ما عندهم يصبوها صب، فهذا الصب يصبوها شبه هاي مثل الصبه تشبهها انا شايف هيك شلمانه صب، ويشكلون الانسليترات. طبعا احنا الحمد لله عندنا كلها يعني حديد، واحسن شيء الالمنيوم، شلمانه الحديد قديمه. شوف هسه هاي ثلاث فيزات، شوف هاي السلسله مكونه من ثلاث عوازل، وهاي الواير، هذا فيز اي فيز بي فيز سي، طبعا اكو نيوترون بس هو ما خالي، هذا برج بس هم خالي على شكل شلمانه يعني اسمنت، هاي اسمنت، فهذا يشيل ست وايرات. شوف ست وايرات بس ترى هاي ما عندي انا ست وايرات، مو يعني ست فيزات، ما عندي ست فيزات، هي ثلاث فيزات بس يجيك متكرر، فيز اي اثنين، فيز بي اثنين، فيز سي اثنين. نعم شوف هاي السلسله، كل سلسله تحمل واير، تحمل واير. هذا البرج مالتنا، هاي ابراجنا. شوف هاي، شوف اطباق من الخزف، اطباق من الخزف المقسى. طبعا المنظومه الكهربائيه العراقيه حقيقه حتى بالسبعينات يعني قبل ما حتى بدايه الثمانينات جيده جدا، عالميا جيده جدا يعني مضبوطه كلش، الموثوقيه مالتها كلش مضبوطه بالسبعينات يعني، فائض انتاج كلش قوي كان يعني، بس استهلاك البشري اكيد يعني تاثر خلال هالسنوات. فشوف هسه عندك هاي الابراج، هاي الابراج وهاي اللي تكون اطباق العزل خزف، ايضا مو ست فيزات وانما ست وايرات وهي ثري فيز. نعم هذا يوضح لك شلون يربط الواير بالعازل، بس خلينا نشوف وصلت العازل، هذا عازل بعد هذا خزف. انا موجود عندنا هذا بالضبط من المختبر، مختبر ضغط الفائق بالضبط نفسه عندنا هذا، وحجمه كبير مرتين، هذا طبق 1 2 3 4، هاي الاعلى السلسله تحمله، المفروض هنا يكون الواير، وهنا واحد من الاخ ملحوم متر كم وستين ملحوم واحد الاخ، هذا فناجين الخزف، قلنا هاي فناجين الخزف ضاره استخدامها، ويعني ابراج ضغط الفائق ما تفيدنا. ليش؟ لان لما تنفطر مرور الزمن ما تتكسر، تبقى موجوده ويصير ليكينج، يصير ليك تسرب الكهرباء، وقد مشكله انه يصير لنا مشاكل لا سمح الله، حالات وفاه عن طريق تسرب الكهرباء الى الجزء الحديدي. نعم خلينا نشوف بعض المسائل، شوف بعض المسائل، هاي شوف هاي المسائل موجوده قدامك. الاشتقاق ما عندنا احنا اشتقاق يعني رياضي، وانما نفس الشيء، هاي شوف الساعات الهوائيه، كفاءة الكفاءة استعمل هنا التيار، استعمل الشحنة، نفس الشيء الكي والقوانين، أيضا حتى متسعات الجاردن، خلايا الجاردن اثنين شفنا اثنين، فاحنا ما عندنا يعني هاي عندنا اثنين بس احنا كنا حنستعمل فقط واحدة للسهولة، وهكذا نشوف الأسئلة يعني أنا شوي وسعنا بيها، خلينا بريك داون فولتج، خلينا الفولتات الانسليتر حتى شوي الموضوع يكون عملي، لانه كثير من مشاكلنا باللود ديستريبيوشن نتيجه العوازل، نتيجه العوازل الحصنه لا قديمه، وايضا الحصنه الخزف، الخزف لازم نشيك تشيك بين فتره واخرى. شوف هسه هاي متسعات، هاي متسعات السيرف، وهاي متسعات هاي المتواجد الاصليه الهوائيه، ومتسعات الجاردين، عدد الجاردين بعدد المتسعات الهوائيه الموجوده. نعم هذا المسائل ان شاء الله وافيه، وانت اذا يعني فهمت المنزل بشكل وافي هذا يكون كافي ان شاء الله. واحنا ايضا حيكون امتحاننا الثالث، حيكون امتحاننا الثالث فهاي الماده ان شاء الله. اذا اكو استفسار او سؤال قبل لا اوقف الريكوردينج وناخذ الغيابات، او اذا عندكم اي مناقشه ترتيبات.